بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من كتابه الجامع الصحيح: باب قول الله تعالى: ولتصنع على عيني تغذى، وقوله جل ذكره: تجري بأعيننا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: ولتصنع على عيني. قال: تغذى، وقوله: تجري بأعيننا. وظاهر من الترجمة أن المصنف رحمه الله أراد أن يثبت بهذا الباب صفة العينين لله تبارك وتعالى. وصفة العينين من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة، وهما من الصفات الذاتية، أي أنها تقوم بذاته تبارك وتعالى. وهذه الصفة أيضا من الصفات الخبرية، بالنظر إلى نوع الدليل الدال عليها، لأن الصفات تنقسم إلى قسمين باعتبار الدليل الدال عليها: إلى شرعية عقلية، وإلى خبرية أو سمعية. هذا باعتبار الدليل وباعتبار طريق ثبوتها. فمنها ما يعرف بالشرع والعقل، مثل العلم والقدرة والحكمة، فهذه دل عليها الشرع والعقل. ومنها ما لا تعرف إلا بالخبر والسمع، وهي التي يسميها العلماء صفات خبرية أو سمعية. ومن هذه الصفات صفة العينين وصفة الوجه وصفة القدمين واليدين والاستواء والنزول والضحك إلى غير ذلك من الصفات التي دل عليها الخبر. وتنقسم أيضا الصفات باعتبار تعلقها بالذات وقيامها بذات الله تبارك وتعالى، أو تعلقها بالمشيئة، إلى ذاتية وفعلية. الصفات الذاتية هي التي تقوم بالذات ولا تنفك عن الذات، والفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة. وصفة العينين صفة ذاتية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، وهي أيضا صفة خبرية. قوله: ثم ذكر هذه الترجمة وضمنها هاتين الآيتين، وقول الله عز وجل في خطابه لموسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولتصنع على عيني، قال بعض المفسرين: تصنع على عيني، أي تغذى، كما قال المصنف هنا. وقيل تنشأ، وقيل تربى. والمقصود بذلك أن الله عز وجل خلق موسى ونشأه برعاية منه ولطف. ومفهوم ولتصنع على عيني أي تربى وتنشأ على عيني. ولهذا يلاحظ أن هذا اللفظ هو تفسير، بل هو لازم لقوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فهذا من آثار محبة الله له، ولتصنع على عيني، أي لتنشأ أو تغذى أو تربى على عيني، أي على حفظ مني وكلاءة ورعاية. وهذا اللفظ مستعمل في كلام العرب،
يقال فلان تربى على عين فلان، يقال في بعض العلماء فلان تربى على أعين العلماء أو على عين والده أو على عين أستاذه، أي أنه كان بمرأة من الذي رباه يشمله بتوجيهه وبتنبيهه إلى ما فيه المصلحة. ورعاية الله عز وجل وخلقه لموسى فيه أعظم حفظ ورعاية وعناية، وهذا من لطف الله عز وجل. قال ولتصنع على عيني، وهذه الآية فيها إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى، وتفسير هذه الآية أي لتنشأ أو لتغذى على عيني أي بمرأة مني وبكلاءة وحفظ ورعاية هو مفهوم هذه الآية، وليس هذا بتأويل، لأن التأويل في اصطلاح من يسلكه هو صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر بعيد، وهذا هو المعنى المتبادر. ولو قال رجل قال هذا ابني تربى على عيني، فأيهما المعنى القريب؟ هل يفهم العقلاء وأهل اللغة أن هذا الابن تربى بعناية ورعاية وهو في قرب من أبيه يوجهه ويرشده ويعلمه، أم أنهم يفهمون أنه دخل في عين أبيه ومنذ أن ولد إلى أن ترعرع وهو داخل عين أبيه؟ هل يفهم أحد من العقلاء ومن أهل اللغة هذا المعنى؟ ما يفهمه أحد، وهذا معنى كلام الله الذي نزل بلغة العرب، ليس فيه معنى أن موسى نشأ في عين الله تبارك وتعالى، والله عز وجل أعظم وأجل من أن تحل به المخلوقات أو يحل بها. بل لو لم يعرف هذا من كلام العرب ما فهمنا من كلام الله في قوله ولتصنع على عيني أن موسى نشأ في عين الله، ولكن نعلم أن هذا هو لازم قول الله عز وجل وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فهذا كما قال المفسرون أي لتربى وتنشأ على رعاية مني وعلى حفظ وكلاء، هذا معنى هذه الآية، وفيها إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى، لأن الذي يقول لابنه من الناس تربى فلان على عيني ظاهر علاقة هذا اللفظ بالمعنى الذي يفسر به، وأنه نشأ في رعاية أبيه أي بمرأة من أبيه، وأنه ينظر إليه ويوجهه ويحوطه بتوجيهه وإرشاده. ففي هذه الآية إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى، كذلك قول الله عز وجل تجري بأعيننا، والسياق في خبر الله عن السفينة وعن الفلك الذي صنعه نوح، وأمر الله عز وجل أمره أن يركب فيه ومن معه ممن استجاب له، فقال في هذه السفينة تجري بأعيننا أي أنها تسير بكلاءة منا وحفظ، تجري بأعيننا. ولا يفهم من هذا اللفظ أن السفينة تجري داخل عين الله تبارك وتعالى، ومعلوم من حيث الواقع أن هذه السفينة كانت في الأرض، ولما أمر الله عز وجل المياه أن تفجر من الأرض وأن تنزل من السماء والتقى الماء على أمر قدر كما أخبر الله عز وجل
وامتلأت هذه الأرض بالفيضانات حتى هلك كل أهل الأرض إلا من حمله نوح في هذه السفينة بأمر من الله. فهذه السفينة كانت تسير في الأرض وعلى المياه التي امتلأت بها الأرض إلى أن استقرت على الجودي وهو الجبل المعروف. فهذا واقع السفينة، وهذا معنى كلام الله عز وجل أنها تسير في كلاءة من الله وحفظ ورعاية. وفي هذا إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى. ويلاحظ هنا من الآيتين أن الآية الأولى دلت على إثبات صفة العينين لله بصيغة الإفراد، والثانية دلت على إثبات صفة العينين لله بصيغة الجمع. وهذا من دقة الإمام البخاري رحمه الله لما ترجم بهاتين الآيتين لينبه أن هذا السياق الذي جاء في القرآن وهو إثبات صفة العينين لله عز وجل بصيغة الإفراد وبصفة الجمع أنه لا تعارض بين هذه الصيغ، والله عز وجل موصوف بعينين اثنتين لا أكثر كما قال العلماء وكما دلت على ذلك الأدلة، وأن الله عز وجل موصوف بصفة العينين كما جاء في الحديث، سيأتي في الحديث إن ربكم ليس بأعور، فقال العلماء هذا يدل على أنه موصوف بعينين اثنتين. وهذا السياق وما جاء بصفة الإفراد لا يتعارض مع إثبات صفة العينين، لأن العرب يطلقون المفرد على معنى التثنية والجمع كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والمقصود نعم الله. وهكذا يقال في كلام الناس فلان يأكل من كسب يده، من كسب يده، ومعلوم أنهم لا يقصدون بذلك أنه لا يعمل إلا بيد واحدة، بل يعمل بيديه، ولكن يطلقون المفرد على المثنى وعلى الجمع، وليس هذا بمستنكر في لغة العرب. وهذا كما أخبر الله عز وجل عن اليد بأنها مفردة ومثنى، قال بيدك الخير بيده الملك. فصيغة الإفراد لا تعارض المثنى، وكذلك الجمع يطلق على معنى التثنية، فإن العرب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والعلماء إذا أضافوا إلى الضمير أضافوا له الاسم المفرد أو الضمير أضافوه إلى الجمع أتوا به على صيغة الجمع ليكون موافقا لما يضاف إليه، فقال تجري بأعيننا، وهذا كما قال الله عز وجل ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، والله عز وجل موصوف بيدين اثنتين. فهذه الصيغة تدل على معنى التثنية، والله عز وجل موصوف بعينين اثنتين كما يليق بجلاله وكما دلت على ذلك الأدلة. وذكر الإمام ابن القيم أنه مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام إلى الصلاة قام بين عيني الرحمن، وهذا يدل على صيغة تثنية، كما سيأتي أيضا في الحديث إن ربكم ليس بأعور يدل على صيغة التثنية. قال الإمام ابن خزيمة إن لربنا تبارك وتعالى عينين يبصر بهما ما تحت الثرى وما تحت الأرض السابعة، فالله عز وجل موصوف بعينين اثنتين كما يليق بجلاله من غير تشبيه بأعين المخلوقين، لا عيني الإنسان ولا غيرهما من المخلوقات،
موصوف بعينين اثنتين، والله عز وجل يبصر بعينيه ما تحت الثرى وما تحت الأرض السابعة، ولا يحجبه شيء بخلاف بصر الإنسان، فإنه محجوب بحجب تحجبه الستور، لو كان قطعة قماش فإنها تحجب البصر، وتحجبه الجبال، ويحجب بصره الظلام، ويحجب بصره البعد، فإن المكان البعيد لو لم يكن بينك وبينه حجب فإن لبصر الإنسان منتهى وحد. وأما ربنا تبارك وتعالى فإنه لا يحجب بصره شيء، وهو يرى ما في قاع البحار في ظلمات الليل، ويرى كما قال العلماء دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو فوق عرشه، وكم بين العرش وبين الأرض، وهذه المخلوقات اليسيرة التي لا ترى الآن إلا بالمجهر، كما أثبتت الفحوصات الآن أن على أيدي الناس وعلى أقدامهم وعلى أمتعتهم من الميكروبات ما لا يعلم عدده إلا الله، ومع هذا لا يرونه بالعين المجردة ويراه رب العالمين. وهذه من الحجب الذي حجب بها بصر الإنسان، فإنه لا يرى الشيء الصغير، وأما ربنا فإنه لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء، لا من حيث الدقة ولا من حيث البعد ولا من حيث العظمة أيضا، فإن الشيء العظيم يقصر عن الإحاطة به بصر الإنسان، مثل السماوات لا نحيط بها إبصارا وإنما نرى جزءا منها، ونراها فوقنا وكأنها دخان، وهي سماوات سبع طباق بعضها فوق بعض، فهذا مما يدل على إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى، وأنهما من الصفات العظيمة الثابتة بالكتاب والسنة، وأن الله عز وجل يبصر بعينيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث وتلا الآية إن الله كان سميعا بصيرا، أشار بإصبعيه إلى عينه وأذنه، أي أن الله يبصر بعينيه ويسمع سمعا يليق بجلاله، فنثبت العين لله تبارك وتعالى وأنه يبصر بها، ونثبت السمع لله تبارك وتعالى، وأما الأذن فلا نتكلم فيها بشيء، فلا ننفي ولا نثبت، نثبت لله السمع كما يليق بجلاله، فما دل عليه الدليل أثبتناه، دل الدليل على أنه يبصر وأن له عينين، نثبت كل ذلك ولا نقيس شيء على شيء. والإشارة التي أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء لإثبات حقيقة الصفة لا للتشبيه، كما سيأتي لإثبات حقيقة الصفة لا للتشبيه، فيجب على المؤمن أن يثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى، وليحذر المسلم من التعطيل الذي سلكه المعطلة وتأولوا هذه الصفات وقالوا إن الله منزه أن يتصف بعينين فهذا يستلزم التشبيه، كيف ننزه الله عما أثبت لنفسه وما أثبت له العلماء بذكر الأدلة من الكتاب والسنة؟ هذا صحيح الإمام البخاري، إذا جاءت مسائل الحلال والحرام أخذوها من البخاري وعلموا أنه أصح الكتب بعد كتاب الله، وإذا جاء كتاب التوحيد اشمأزت نفوس بعض الذين يتأولون ويعطلون ويعرضون عن هذا الكتاب، لأن فيه إثبات عقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وللأسف أن بعض من شرحه تأوله وأرادوا أن يسلك
يسلك بهذا الكتاب مسلك المعطلة والمؤول الذين حرفوا نصوص الكتاب والسنة. وهذا مما يدل أيضا على أن الإمام البخاري رحمه الله من أئمة أهل السنة، وهو من الفقهاء الكبار ومن العلماء الراسخين الذين جمعوا بين الحديث والفقه، وهو على عقيدة أهل السنة. ولو كان البخاري من المعطلة أو من المشبهة لافتخر به هؤلاء وقالوا هذا منا، ولكن يعلمون أنه على غير طريقته وعلى طريقة السلف رحمه الله. نعم. ثم إليكم. قال مصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، فأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. ثم ذكر هذا المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم. الدجال هو المسيح الدجال، سمي بالمسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض ويطويها بسرعة سيره. والدجال من الدجل وهو الكذب، وهو مأخوذ من معنى التغطية، ولهذا سمي الدجلة نهر دجلة بدجلة، لأنه يغطي الأرض إذا فار. والدجل هو تغطية الشيء بالكذب، وسمي المسيح بالدجال لكثرة كذبه. والدجال رجل يخرج في آخر الزمان من بني آدم، وهو كافر، وتكون له فتنة عظيمة، نبه النبي صلى الله عليه وسلم على فتنته وحذر أمته منه، ويعيث في الأرض فسادا ويدخل المدن والقرى إلا مكة والمدينة. ومن نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ومن حرصه على أمته أنه قال في الدجال قولا لم يقله نبي قبله، مبالغة في النصح والتحذير منه عليه الصلاة والسلام لأمته من فتنة المسيح الدجال. قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على اشتهار أمر الدجال بين الصحابة، وأنهم يذكرونه في مجالسهم، وأنه لربما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا فيه وذكروا بعض ما يعرفون عنه، فيشاركهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرهم ببعض أخباره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، إن الله لا يخفى عليكم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يخفى عليكم؟ هذا لأن الدجال يدعي الربوبية، ويدعي أنه الخالق، فيقتل رجلا ثم يحييه بإذن الله، يشقه نصفين ثم يأمره فيحيى بإذن الله، فيعطيه الله عز وجل هذه المعجزة، وهي فتنة للناس، ولا يقدر على إحياء رجل بعده. وهذا الرجل الذي يقتله الدجال جاء في الأحاديث أنه أفضل أهل ذلك الزمان، وأنه يقول بعد أن يحييه: ما ازددت إلا يقينا بك، أنت الدجال. وهذا مما يدل على رسوخ
الإيمان في قلوب المؤمنين، ومما يدل على أهمية العلم، فإن هذا الرجل صاحب علم ومعرفة بالدجال ومعرفة بخبره، ولهذا أخبر أنه لا يقدر على أحد بعده. ثم يكون من أمر الدجال أن الله يقتله على يد عيسى ابن مريم عندما ينزل من السماء، وعيسى رفع إلى السماء وهو حي الآن ينزل في آخر الزمان، فيدرك الدجال ثم يدركه في دمشق فيضربه ضربة يقول لا تخطئه فيقتله، فتنتهي بذلك فتنة الدجال على المسيح عيسى بن مريم. قال العلماء مسيح هدى ومسيح ضلالة، فالمسيح عيسى بن مريم هو المسيح، هذا المسيح الدجال. سمي المسيح عيسى بن مريم لأنه يمسح المريض والأكمه والأبرص فيشفيها الله، والمسيح الدجال قيل لأنه ممسوح إحدى العينين. قال إن الله لا يخفى عليكم، يعني لا يخفى عليكم أمره ولا تخفى عليكم صفته، ولا يلتبس أمر الدجال عندما يدعي الربوبية بما هو متقرر لدى المؤمنين من العلم بالله تبارك وتعالى. إن الله لا يخفى عليكم، كيف قال لا يخفى عليكم؟ لأنه معلوم بصفاته تبارك وتعالى لخلقه، وأنه موصوف بصفات الكمال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور. هذه من أعظم الصفات، كيف رب أعور إحدى العينين على ما يدعي الدجال أنه الرب وهو أعور؟ وربنا تبارك وتعالى متنزه عن صفات النقص، متصف بصفات الكمال، وهذه من أعظم العلامات البارزة للدجال أنه أعور عين اليمنى. قيل إن إحدى عينيه كما جاء في الحديث ممسوحة، وقيل بها مرض، وفي هذا الحديث كأن عينه عنبة طافية كما سيأتي. إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وهذا لتحقيق الصفة، وأن الله عز وجل موصوف بعينين اثنتين. والمصنف كما ذكرت هو دقيق في استدلاله، ولهذا ذكر هذا الحديث بعد أن ترجم بالآيتين، إحداهما جاءت بصيغة الإفراد والثانية بصيغة الجمع، والحديث يدل على صيغة التثنية، والله عز وجل موصوف بعينين اثنتين، والآيتان تدلان على معنى الحديث. قال الإمام ابن القيم وذهاب إحدى العينين عور بين، وهذا الحديث لم يدل على أن الله موصوف بعين واحدة، بل هذا عور بين، فدل على أنه موصوف بعينين اثنتين تبارك وتعالى. قال وأشار بيده إلى عينه، هذه الإشارة كما قال العلماء هي لتحقيق ثبوت الصفة لا للتشبيه، مثل ما يقول الرجل الآن أخبرني فلان بلسانه، وحدثني فلان أنه سمع من فلان بأذنه، ورأيت فلانا أعطى فلانا بيده، وأخبرني فلان أنه مشى إلى فلان بقدمه. هل هذه الإشارات يفهم منها التشبيه أو يفهم منها تحقيق الصفة والفعل؟ هذا هو المقصود بهذه الإشارة. ودائما إذا أشكل على المسلم شيء فينبغي أن يعاد المتشابه للمحكم، لو قال مدعي أن هذا يدل على التشبيه نقول الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، كيف الله ينفي عن نفسه التشبيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه
صفات الله بصفات، لكن هذا معروف قبل نزول القرآن أن مثل هذه الإشارة إنما هي لتحقيق الصفة حتى لا يتأول متأول ويقال أن الرؤية ليست بصرية وإنما هي قلبية، فأشار إلى عينه وأشار بيده إلى عينه، وأن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، أعور عين اليمنى يعني أنه أعور بذهاب إحدى عينيه وهي العين اليمنى. وقيل إن الدجال معيب العينين، فإحدى عينيه ممسوحة والأخرى فيها عين، قال كأن عينه عنبة طافية، طافية بمعنى بارزة، وقيل طافئة أي ذهب نورها، فإذا كانت بمعنى طافية فهي بارزة ناتئة وهذا عيب، وإذا كانت طافئة كالعين التي ذهب نورها واجتمع بعضها إلى بعض وهذا مثل العنبة إذا فرغ ماؤها اجتمعت وأصبحت متقاربة الأطراف. وهذا يدل على أن الدجال معيب إما في إحدى عينيه وإما في كلا عينيه، فإما أن تكون إحدى العينين ممسوحة وإما أن تكون هذه العين هي المعيبة في أنها طافئة أو طافية أو ممسوحة، وعلى كل حال فهذا يدل على أن إحدى عينيه فيها إبصار وهذا حقيقة العور، ولكن فيها عيب من جهة أنها طافية أو بارزة أو ذهب بعض نورها والأخرى ممسوحة. وهذا الحديث يدل على إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى، فإن نفي العور يدل على إثبات صفة العينين. قال العلماء والعور هو ذهاب إحدى العينين أو أن يكون بإحدى العينين عيب، فإذا كان بإحدى العينين عيب أو خلل وهذا إنما يسمى عيب من باب المرض ويطلقه العلماء على معنى المرض وليس في خلق الله عيب، ولكن يقول الناس هذا في بعض ما طرأ على الجوارح، والله عز وجل حكيم في خلقه. فالشاهد أن هذا الحديث يدل على إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى، وهذا الذي دلت عليه الأدلة والنصوص، وننزه صفات الله عز وجل عن التشبيه، وينبغي أن تفرغ الأذهان عن الوساوس والخطرات في باب الصفات. ومن ثمرات الإيمان بصفة العينين هو مراقبة الله عز وجل في سائر الأحوال والأفعال والأعمال، وليعلم المسلم أن ربه يراه ولو احتجب عن عيون البشر، ولو اختفى في ظلمات الجبال أو الأراضي أو وراء الستور، فإن الله عز وجل لا يحجب بصره شيء، ويراقب الله عز وجل في كلامه ويعلم أن ربه يسمع كلامه ويرى مكانه، ويراقب الله في اعتقاده وفيما يقوم بقلبه ويعلم أن الله مطلع على ما في قلبه. وكلما آمن المسلم بالصفات كلما عظمت مراقبته لله. ولهذا لو تأمل الواحد منا عندما يهم بمعصية
أن ربه ينظر إليه لاستحى من الله، لكن هي الغفلة، إما جهل كما يحصل لبعض المسلمين، هو جاهل أصلا بهذا الباب وما حدث نفسه يوما بأن ربه يراه لجهله بالنصوص، أو وقوف على بعضها ثم تأول هذه النصوص بدعوى أن الله لا يوصف بالعينين، وإما لغفلة. ولهذا يقول العلماء لا يعصي الله إلا جاهل ولو كان منتسبا للعلم، لأن من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته يستحي أن يعصي الله. كثير من العقلاء يستحي أن يعصي الله بحضور رجل شريف من شرفاء قومه. كان بعض السلف يقول استحي من الله كاستحيائك من رجلين من أشرف قومك. لا يوجد رجل الآن عاقل بحضور رجلين من أشرف قومه فيباشر المعصية بحضورهما استحياء من الله ومن عقلاء البشر. فكيف إذا تأمل الإنسان أن الله ينظر إليه ويعلم مكانه ويرى حاله؟ ولهذا لما عظمت مراقبة السلف وعظم تحقيقهم لهذه الصفة كانوا على حياء عظيم. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذهب إلى الخلاء لقضاء الحاجة التي لا بد للناس منها كان يضع على رأسه شيء حياء من الله. ونقل عن عثمان أنه ما كان يقيم صلبة عندما يغتسل حياء من الله. فانظروا كيف أثرت فيهم هذه المعرفة والعلم لصفات الله عز وجل، فكيف شأنهم مع المعاصي؟ فهم أبعد الناس عن المعاصي لعظم هذه المراقبة. وكذلك مما يعين على الإخلاص الإيمان بهذه الصفة، فإنه معروف أن الإنسان جبل على أن لا يرى، على أنه لا يحب أن يضيع عمله وأن عمله لا بد أن يرى ويعلم. فإذا علم أن ربه يرى ويعلم عمله وهو لا يضيع اكتفى بعلم الله فيه عن علم الناس بعمله، وهذا هو حقيقة الإخلاص. وإذا غفل وعبد الله في السر ثم حدثته نفسه قال ما حد يعلم بهذه العبادة حدث بها الناس، هذا جهل وغفلة خفيت على الناس وعلمها الله. ولهذا يقول العلماء لا يزال الله عز وجل يظهر عبادات السر على العباد من التوفيق ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا ذكر أحد العلماء أن الإمام مالك قال ما كان مالك كثير العبادة إلا أن تكون عبادة سر. فينظرون لبعض العلماء ما يرون له كثير عمل وهو إمام لا يزال يترحم عليه إلى اليوم، لا يعلم الناس ما بينه وبين الله. وهذا الذي كان رفع الله به بعض الصالحين ومنهم أويس القرني، رجل في اليمن لا يعلم به أحد، ما منعه من الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم وإدراك الصحبة إلا بره بأمه. فحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيكم رجل من أهل اليمن على صفة كذا، فإذا جاءكم فاطلبوا منه أن يستغفر لكم. فمات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبو بكر، توفي أبو بكر رضي الله عنه، ثم في عهد عمر جاء وعرفه عمر، وكان عمر يترقب قدومه، كلما جاء وفد من اليمن نظر فيهم وسأل عنه إلى أن جاءه وعرفه فطلب منه أن يستغفر له. وكان بالكوفة وكان لا يعرف، فأمره عمر أن يبقى عنده في المدينة ويكون بالقرب منه، فأبى، فأوصى به أهل الكوفة. فلما سئل عنه أهل الكوفة قالوا والله لا نعرف رجلا بهذه الصفة، وإنما هناك رجل كان يأتي
ويصلي بصفة كذا لا يعبأ به، فما عرفوا أنه أويس. ثم لما عرفوه بعد ذلك فر منهم وما يعرف أين ذهب. فهؤلاء علموا وآمنوا بهذه الصفة وراقبوا الله، يعلمون أن الله عز وجل مطلع على أعمالهم، فرفعهم الله. ومعلوم أن طلب الاستغفار من رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير من أويس أن يستغفروا لهم، لكن هذا لإظهار كرامة أويس القرني رضي الله عنه. وقيل أنه خير التابعين. هكذا عبادات السر وعبادات المراقبة يرفع الله عز وجل بها عباده. وهذه من آثار الإيمان بصفة العينين لله تبارك وتعالى. يعلم المؤمن أن ربه مطلع على كلامه. ولا زال العلماء يتلذذون بعبادات السر. كان يتمنى بعضهم أن يعمل لله عملا لا تطلع عليه حتى الملائكة، وكان بعضهم يخفي عمله حتى على زوجته. قيل عن بعض الصالحين أنه كان يبكي من خشية الله في فراشه وزوجته بجانبه في غطاء واحد لا تعلم به. كل هذا من آثار الإيمان بهذه الصفة العظيمة. فأين هؤلاء من المعطلة الذين يعتقدون أن ربهم لا يسمع ولا يبصر ولا يرحم ولا يغضب، ويعطلون صفات الله عز وجل؟ ولهذا أين عباد المتكلمين وأين عباد الفلاسفة؟ سموا لنا عابدا مستقيما على السنة، جعل الله لسان صدق في الأمة ونشر علمه من الفلاسفة أو من المتكلمين. وإذا ظهر رجل منهم فلقربه من السنة، كما وجد في بعض من ينتسب لمذهب الأشعري أن لبعضهم جهود في العلم فيما يحسنون، وهذا ما استفادوه إلا مما أصابوا من السنة، وأما ما أخطأوا فيه كتأويلهم للصفات لا يعرف أن لهم كتابا مستقيما على السنة. وأما غلاة هؤلاء فإنه لا يعرف أحد من غلاة المعطلة أن له ذكرا حسنا في الأمة أو جهودا مباركة كهؤلاء الأئمة، ومنهم الإمام البخاري. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. ثم ذكر المصنف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب. يعني ما من نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، وذلك لشدة فتنته. وفي بعض الروايات وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولا لم يقله نبي قبله، فحدثهم أنه أعور، قال إنه أعور، قدم معنى العور، قال وإن ربكم ليس بأعور، المسيح الدجال أعور وربكم ليس بأعور. وهذا النفي متضمن لإثبات كمال الصفة، فمن نفي عنه العور دل على إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المسيح الدجال: مكتوب بين عينيه كافر. وهذه صفة ثانية، مكتوب بين عينيه كافر. قد جاء في بعض الروايات يقرأها المؤمن القارئ وغير القارئ، لأن هذه علامة يعلمها المؤمن بإيمانه، وتخفى على المنافق ولو كان قارئا.
وهذا من حكمة الله أن الله عز وجل يهدي بالإيمان والتقى المؤمنين فيعلم صفة الدجال. وقيل إن هذه الكتابة حسية، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة، وأنه مكتوب بين عينيه كافر، وجاء في بعض الروايات بحروف مقطعة كاف فاء راء، أي رمز للكفر. وهذه علامة أيضا أخرى بارزة ظاهرة أن الدجال مكتوب بين عينيه كافر. ومن حكمة الله أن هذه الكتابة لا تكون في أمر خفي منه، وإنما تكون بين عينيه، ومع هذه العلامات كلها يخفى أمر الدجال على بعض الناس ويفتن به خلق كثير. وهذا دليل على شدة الجهل في آخر الزمان، وإلا فأين الفطر وأين العقول؟ رجل أعور مكتوب بين عينيه كافر، لا يقول إنه نبي ولا يقول هو رجل صالح، لأنه قد يكون في الصالحين ما هو أعور. وأما الأنبياء فشرفهم الله بأن جعلهم على أحسن خلقة وخلق، قد يكون في بعض العلماء من هو أعور ومكفوف البصر. فهذا الدجال لا يقول إنه عالم ولا يقول إنه نبي، يقول إنه رب خالق، ومع هذا يروج أمره ويفتن به خلق كثير. وهذا دليل على شدة الجهل في آخر الزمان. وهذه الأزمنة تكاد تقرب من هذا الزمان لشدة الفتن اليوم، وحتى قال بعض العلماء منذ زمن بعيد، قالوا لو أن الشيطان خرج للناس وقال إنه شيطان ودعا الناس لعبادته لاتبعه أناس. وقبل فترة من الزمن لعلكم قرأتم في الصحف عن عبدة الشيطان، وبعضهم في بلاد المسلمين، وقد رأينا في الصين معبد قيل هذا لعبدة الشيطان، أناس يأتون ويعبدون الشيطان باسمه. كانوا في الجاهلية ما يعبدون الشيطان باسمه، وإنما يعبدون أصنام لبس بها الشيطان. أما هؤلاء المتأخرون استحوذ عليهم الشيطان حتى عبدوا الشيطان، وأصبح بعض الناس يقول إن الشيطان هذا هو حر وكريم ويأبى الخنوع والخضوع، ويعبدونه من دون الله. فكيف لا يتبع المسيح الدجال؟ وأصبح اليوم كل صاحب بدعة يدعو لبدعته يجد له أتباعا، بل الأديان التي جاء في كتاب الله النص على كفر أصحابها ككفر اليهود والنصارى والمجوس، أصبح ممن ينتسب للإسلام اليوم يقول بإيمان اليهود والنصارى والمجوس. والذي يقول هذا ممن ينتسب للعلم، وبعضهم أساتذة ودكاترة. فهذا مما يدل على انتشار الجهل في آخر الزمان. وحقيقة إن من المسائل ما يذكر بعضها ببعض، وهذا الحديث حقيقة لفت النظر إليه أحد المشايخ، كنا في جلسة خاصة وكان يسأل عن بعض من يتكلم في أهل العلم من بعض الجهلة ممن لا يحسن أن يقيم عبارة ثم يصدق ويوصف بأنه عالم. قال ونحن لا نتعجب أن يتبع مثل هؤلاء، وإنما كنا نستغرب قديما كيف رجل أعور يقول أنا ربكم ويصدق، فكنا نتعجب إلى أن أدركنا هذا الزمان ورأينا ما يقرب من ذلك. يعني اليوم يأتي رجل لا في مظهره ولا في لسانه ولا في هيئته لا ينتسب إلى العلم بشيء، ويسمى عالم ويصدق،
ويعارض العلماء ويصدق. كلامه متناقض متضارب ويوصف بأنه علامة ويتبع، لا يتبع من اليهود والنصارى بل من بعض المسلمين بل من بعض طلاب العلم. أين العقول؟ هذا كما ذكرنا ونذكر دائما أن هذه العقول وهذه الأسماع وهذه الأبصار لا تكفي في الهداية إن سلب الله الهداية، وهذا مما يدل على أنه قد يأتي على الأبصار وعلى الأسماع وعلى القلوب ما يغشاها من الران ويعميها على الحقائق الشرعية فتصدق بكل الخوارق وبكل الأكاذيب وبكل الأباطيل. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قولنا الصفة الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة؟ جزاكم الله خيرا. الصفة الفعلية هي ما تقوم بذات الله وتتعلق بالمشيئة. وهنا شبهة قد تعترض في بعض الناس، وهو أن بعضهم يظن أن الصفة الفعلية لا تقوم بالمشيئة. صفات الله كلها تقوم، يظن أن الصفة الفعلية لا تتعلق بالذات، صفات الله كلها تقوم بذاته، الصفات الذاتية والفعلية. لكن هذا التقسيم هو تقسيم اصطلاحي، فقالوا الذاتية ما كان ملازما للذات، والفعلية ما تقوم بالذات وتتعلق بالمشيئة، مثل النزول صفة فعلية تقوم بذات الله الذي ينزل إلى السماء الدنيا ربنا بعظمته وجلاله نزولا يليق بجلاله، والذي يغضب ويرضى ويرحم ويغفر ويسمع ويبصر هو الله عز وجل. فهذه الصفات التي تقوم بذاته وهي ملازمة للذات والتي تتعلق بمشيئته كلها قائمة بالذات، ولكن هذه ملازمة للذات والفعلية متعلقة بمشيئته. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: أشكل علي أن بعض الألفاظ في القرآن مثل حبل الله ومثل على عيني إلى آخره تؤول، وبعضها مثل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لا تؤول، فما الضابط في هذا جزاكم الله خيرا؟ نحن نقول ليس في كلام أهل العلم تأويل. إذا عرفت معنى التأويل، ما معنى التأويل؟ التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى المتبادر إلى معنى آخر بقرينة، هكذا يعرفونه. فأين التأويل في هذه الأمور؟ وإنما معناها هو المتبادر، واعتصموا بحبل الله. هل أحد يفهم أن الاعتصام بحبل الله أنه نزل حبل من السماء من تمسك به فهو على الدين؟ أو فهموا أن حبل الله هو مثل ضرب للدين، وأن هذا حبل الله طرفه عند الله عز وجل والآخر عند المخلوقين، فإذا استقاموا على دين الله أوصلهم هذا إلى الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الصراط المستقيم، وخط خطا في الأرض وقال هذا سبيل الله، عبر عنه بأنه سبيل الله، ورسم له خطا في الأرض قيل هذا حبل الله. فهذا هو المعنى المتبادر، ومن ادعى غير ذلك فهذا هو المؤول. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما ضابط إثبات الصفات باللوازم؟ يقول: أشكل عليه قول المصنف: ومن لازم الرؤية والنظر وجود العين. وهذا يقول: هل يقاس وجود الأذنين على وجود العينين جزاكم الله خيرا؟ اللازم هو دليل لغوي عقلي، مثل ما ذكرنا ومثلنا أن السقف لازمه وجود الجدار، لأنه لا يمكن أن يوجد سقف من غير جدار. ولوازم الصفات كما قال الإمام ابن القيم: يعلمها من يعملها يعلمها وتخفى على بعض الناس، مثل ما فهم أبو بكر لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك قال: لن نعدم من رب يضحك، كما فهمه بعض الصالحين بعض العلماء، وما فهموا من أن الله غفور رحيم من أن الله غفور ورحيم أنه مقتضى ذلك أنه يتوب على عباده
وأنه حليم لا يبادرهم بالعقوبة، فهذه من لوازم الصفات. وأما ما ذكره في الأذن فأنا حذرت من هذا، وهو أن هذه المسائل لا يصلح فيها القياس. قال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، وإنما هو باب توقيفي دقيق جدا. ولا يظن أيضا أن شرح هذه النصوص يأتي إنسان معاصر ويتكلم بشيء أو حتى من العلماء المتقدمين، هذا باب يؤخذ من السلف، وليس كل كتاب يصلح أن يقرأ في هذا الباب إلا كتب السلف. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يعلموا أن هذا باب دقيق ومرجعه إلى أئمة السلف، وأما نحن فنحن نقل فقط، ليس لنا في هذا إلا النقل. والمرجع في تفسير هذه النصوص هو الأدلة وكلام السلف وكلام الأئمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للإنسان إذا تكلم عن صفتي السمع والبصر أن يشير إلى هذه الصفة؟ وماذا لو خاف أن يظن من يستمع إليه التشبيه من هذه الإشارة؟ وآخر يقول: هل يلزم التوسع، هل يمكن التوسع في الإشارة للصفات من باب تأكيد حقيقة الصفة أم يقتصر على ما ورد؟ جزاكم الله خيرا. الذي يظهر هو الاقتصار على ما ورد بشروط، وهو أن يوافق من فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في القصد، وهو إنما أراد إثبات حقيقة الصفة للتشبيه، وأن يكون المستمع يفهم عنه مراده كما فهم الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تحقق هذا فلا بأس أن تقصد ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تخاطب الناس بما يعرفون، لا تخاطب من لا يفهم أو يفهم من إشارتك التشبيه، وإنما يوضح الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب علماء، وإذا كان في مقام خطاب طلاب العلم وأهل العلم لا بأس، وأما أن تأتي بين العوام تشير وتسكت ولا تبين فإن هذا قد يلتبس عليهم. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: هل ثبت أن الدجال يهودي؟ وما الحديث الذي ورد في هذا؟ جزاكم الله خيرا. جاء في بعض الأخبار أنه من اليهود وأنه يتبعه اليهود، والله أعلم، ولكن الذي تقطع به النصوص أنه كافر وأن له فتنة عظيمة. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: ذكر أحد شراح أحاديث الدجال أنه يتدرج في كذبه، حيث يزعم أنه مصلح ثم يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه إله، فهل ثبت هذا بدليل؟ جزاكم الله خيرا. هذا يذكره بعض العلماء ولا أعلم مستند له من الأدلة، وإنما الذي دلت عليه الأدلة أنه كافر. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل ورد أن من علامات المسيح الدجال قلة ذكره على المنابر؟ جزاكم الله خيرا. نعم، ورد في بعض الأخبار أنه يخرج الدجال عندما يقل العلم به وقلة التذكير به. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: بعض الناس ينبهر ببعض الشخصيات الكافرة وهو يعلم أنهم كفار، لكنه بعجبه بهم يغطى على بصيرته كونه كافرا، فهل الدجال يتبعه الناس على نفس هذه الطريقة؟ جزاكم الله خيرا. هو لا يبعد أن يكون سبب اتباع الدجال هو بعض الفتنة الآن الموجودة لدى بعض المسلمين، وهو الإعجاب بالكفار، وإلا كيف مسلم يعجب بكافر؟ أخبر الله عز وجل عن كفرهم في الكتاب، ويأتي من المسلمين من يعجب بهم، ويأتي الآن من يريد لبلاد المسلمين أن تكون على طريق الكفار في سياستهم وفي أمورهم الاجتماعية. كل هذا دليل على خلل كبير، وعلى قرب هؤلاء من فتنة عظيمة، يخشى على بعض هؤلاء الردة والعياذ بالله. نعم. ثم إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول الله جل وعلا: يد الله فوق أيديهم؟ جزاكم الله خيرا. نعم، كما تدل عليه الآية، فالله عز وجل فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، ويد الله فوق أيديهم، ولا يلزم من هذا مماسة، فالله فوقهم ويد الله فوق أيديهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كانت النصوص قد دلت على الجمع والتثنية والإفراد، فلماذا خصت التثنية دون الإفراد والجمع؟ لأن هذا هو معنى النصوص،